هذه رسالة للمسؤولين على قنوات بي ان سبورت للسيد الخليفي، عار عليكم أن تحافظوا على صحفي يقل أدبه على شعب بأكمله، وعار عليكم أن تسمحوا لصحفي بأن يقول في تعليقه بأن الكرة ضربها الهواء. حافظ الدراجي قليل الأدب وليس مهنيا بالمرة، وأظن بأنه وجب التدخل لأجل وقف هذه المهزلة. ضربة جزاء نفذها اللاعب بطريقة رائعة، ضربة الجزاء المنفذة بطريقة رائعة تسجل، الكرة لا يضربها الهواء، يمكن أن يحول مسارها ولكن لا يضربها الهواء، تضرب في الأرض وتخرج أو تضرب في الهواء وتخرج. ماذا يستهلك هذا الرجل؟ أنا أطلب من السيد الخليفي أخذ الإجراءات اللازمة، وهذا أمر مستعجل، وإلا فإن كل الشعب المغربي سيكون ضدكم وستقطع القنوات. الشعب الإيفواري محتفل، الصحراء المغربية محتفل، كوت ديفوار على القهوة الخراخرة. انتما الشعب كيف الشعب كوت ديفوار الشقيق فرحان عمق الصحراء المغربية. علاش يحيدوهم؟ الشعب كوت ديفوار الشقيق فرحان، المغاربة فرحانين معاه. لا لا سير المشاريع تيرتي نعلبو الوقت. جا كوت ديفوار يلاه عشتو. شتي المغاربة ملي كيوقفوا مع شي شعب. والله إلا ناشطين فرحانين في المغرب بحال بلادهم. يا سلام ومشى الكرغولي بقى ولا ناعس والله إلا علمنا في الجزائري غطرطخ 4-1.